بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الجزء هنتعرف على كيفية حل النموذج السابق، حل بيانات. النموذج زي ما كتبناه في الفيديو السابق كان بهذا الشكل. زي ما قلنا في البداية إن هذا الفصل سنتعرض إلى الحل بيانيا. الحل بيانيا بيكون ببساطة بتمثيل هذه القيود بيانيا، طبعا بالإضافة إلى قيد عدم السالبية. بنبدأ دايما بقيد عدم السالبية ونمثله تمثيل بياني. قيد عدم السالبية تمثيله البياني بيكون بهذا الشكل: اكس واحد المحور الأفقي، اكس اتنين المحور الرأسي، وفقط هيكون شغلي في الجزء الموجب. هذا هو الجزء الموجب من اكس واحد، وهذا هو الجزء الموجب من اكس اتنين. اذا اكس واحد واكس اتنين قيم موجبة، اذا تمثيلها البياني هيكون بهذا الشكل. هذه المنطقة تمثل أن X1 و X2 قيم موجبة. لن نتعرض إلى الجزء السالب من X1 ولا الجزء السالب من X2. زي ما احنا عارفين أن الشكل البياني أو التمثيل البياني هنا X1 وهنا X2، هنا الجزء الموجب من X1 وهنا الجزء الموجب من X2، هنا السالب من X1 وهنا السالب من X2. إذا الشغل كله هيكون في الربع الأول. القيد الثاني اللي هو 7 على 10 اكس 1 زائد اكس 2 اقل من او يساوي 630. تمثيل هذا القيد بيكون اولا بتحويله الى معادله. بحول القيد من متباينه الى معادله. اذا المعادله بهذا الشكل هي معادله خط مستقيم. اذا هذه المعادله ستمثل خط مستقيم في هذا الجزء. رسم الخط المستقيم بيكون ببساطة بفرض قيمة X1 وليكن بصفر، عوض في المعادلة واحسب X2. فلو عوضت عن X1 بصفر احصل على X2 تساوي 630، ودي تمثل نقطة على محور X2. بنفس الطريقة افرض X2 عوض عنها ان X2 بصفر، نحسب X1 نجد ان X1 تساوي 900. اذا هذا الخط المستقيم يمر بالنقطة 0 و630 لهذه النقطة، والنقطة الثانية 900 و0. لو وضعت النقطتين وصل ما بينهم تحصل على الخط المستقيم الذي يمثل هذا القيد. طبعا احنا حولنا القيد في البداية إلى معادلة، رسمنا الخط المستقيم. هذا الخط المستقيم يفصل ما بين منطقتين. المنطقة الأولى فيها إكس واحد 7 على 10 إكس واحد زائد إكس اتنين أقل من أو يساوي 630، ودي المنطقة اللي أنا أبحث عنها، ودي موجودة أسفل هذا الخط. والمنطقة الثانية بيكون فيها X 7 على 10 X 1 زائد X 2 أكبر من 630، ودي منطقة أنا لا أبحث عنها. إذا المنطقة التي تمثل القيد الأول هي أسفل هذا الخط. إذا هذه المنطقة تسمى منطقة الحلول الممكنة للقيد الأول. إذا مثلنا القيد الأول أوجدنا منطقة الحلول الممكنة لهذا القيد. بنفس الطريقة القيد الثاني، القيد الثاني الخطوة الأولى أحوله إلى معادلة. هذه المعادلة معادلة خط مستقيم، رسمها بيكون زي ما قلنا في الجزء السابق، بضع X1 تساوي صفر واحسب X2. هنا لو حسبت X2 أجدها ب 720، ثم أضع X2 بصفر أحسب X1 أجدها 1200. إذا الخط المستقيم هيكون بمر بهاتين النقطتين، النقطة الأولى 0 و720 والنقطة الثانية 1200 و0. وصل ما بينهم تحصل على الخط المستقيم بهذا الشكل. المنطقة المطلوبة التي تمثل هذا القيد اللي هي منطقة الحلول الممكنة للقيد الثاني هتكون أيضا أسفل هذا الخط بهذا الشكل. إذا هذه المنطقة هي منطقة الحلول الممكنة للقيد الثاني. القيد الثالث بنفس الطريقة نحول القيد إلى معادلة، ثم أضع X1 تساوي صفر واحسب X2، ثم أضع X2 تساوي صفر واحسب قيمة X1. نحصل على القيم أو نقطتين بهذا الشكل: X1 تساوي صفر، X2 ب 1062، X1 ب 708 وX2 بصفر. هنا طبعا زي ما قلنا انا بعوض اولا بقيمة X2 بصفر واحسب قيمة X1، هنا بعوض بX1 بصفر واحسب قيمة X2.
نضع النقطتين، النقطة الأولى 0 و 1062 اللي هي هذه النقطة، النقطة الثانية 708 و 0 اللي هي هذه النقطة، نوصل ما بينهم نحصل على الخط المطلوب. منطقة الحلول الممكنة لهذا القيد، لأن القيد أقل من أو يساوي، هتكون أيضا أسفل هذا الخط بهذا الشكل. منطقة الحلول الممكنة للقيد الرابع بنفس الطريقة، نمثل القيد الرابع نحوله الأول لمعادلة خط مستقيم، بدل المتباينة أحوله إلى معادلة، أضع x1 تساوي 0 وأحسب x2، ثم أضع x2 تساوي 0 وأحسب x1، نحصل على هاتين النقطتين، النقطة الأولى 0 و540 اللي هي هذه النقطة، النقطة الثانية 1350 وصفر اللي هي هذه النقطة، نوصل ما بينهم نحصل على خط مستقيم بهذا الشكل. المنطقة الحلول الممكنة للقيد الرابع هتكون أسفل هذا الخط بهذا الشكل. إذا أوجدنا منطقة الحلول الممكنة للقيد الأول على حدة، والثاني على حدة، والثالث والرابع. المطلوب مني هنا إيجاد منطقة الحلول الممكنة لجميع القيود معا. احنا قلنا للقيد الأول هي أسفل هذا الخط، للقيد الثاني، لجميع القيود هتكون أسفل هذا الخط. المنطقة التي تحقق جميع هذه القيود تسمى منطقة الحلول الممكنة. إذا لو بحثنا عنها نجد منطقة تقاطع هذه المناطق الأربعة بهذا الشكل. إذا هذه هي منطقة الحلول الممكنة للنموذج بالكامل وليس لقيد واحد فقط. طب لماذا نبحث عن هذه المنطقة؟ لأن في الحقيقة الحل اللي احنا بنبحث عنه موجود على حدود هذه المنطقة، في أحد النقاط الركنية لهذه المنطقة. إذا لو بحثنا عن النقاط الركنية نجدهم 1 2 3 4 5 نقاط. الحل الأمثل لهذا النموذج يقع في أحد هذه النقاط. النقطة الأولى اللي هي النقطة A، اللي هي النقطة 0 و 0 إحداثياتها x1 تساوي 0 و x2 تساوي 0. النقطة B x واحد فيها 708 وصفر. النقطة C 540 252، ودي أقدر أوجدها من حل معادلة هذين القيدين. إذا حليت المعادلتين أقدر أوجد نقطة التقاطع، إحداثيات نقطة التقاطع. النقطة دي بنفس الطريقة أقدر أحل المعادلتين، معادلة القيد اللي باللون الأحمر واللون الأخضر. إذا حليت هاتين المعادلتين أجد نقطة التقاطع 300 و420، النقطة الأخيرة هي 0 و540. إذا النقاط مرة تانية A و B و C و D و E هي النقاط الركنية لمنطقة الحلول الممكنة. هذه النقاط أقدر أعوض بها في دالة الهدف وأحسب القيمة العظمى للدالة عند هذه النقاط. بمعنى النقطة الأولى x1 فيها 0 و x2 بصفر، نعوض في دالة الهدف اللي هي 10 x1 زائد 9 x2، أجد إن قيمة y تساوي 0. إذا عوضت بالنقطة الثانية 708 وصفر، أجد إن y تساوي 7080. النقطة الثالثة 540 252، لو عوضت بيها في دالة الهدف نجدها 7668. النقطة الثالثة 6780، النقطة الرابعة 4050. أنا ببحث عن تعظيم دالة الهدف، إذا ابحث في هذه القيم عن أكبر قيمة. أكبر قيمة زي هو واضح 7668، دي أقصى قيمة لدالة الهدف. إذا الحل الأمثل هيكون عند هذه النقطة. إذا الحل الأمثل هي x1 إنتاج 540 حقيبة من النوع الأول، وإكس 2 إنتاج 252 حقيبة من النوع الثاني. ده يحقق لي أقصى ربح ممكن وهو 7668 ريال، وهذا هو الحل الأمثل لهذا النموذج بيانياً.